نشرة الثالثة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار، ونبدأها بالعناوين. العليا للانتخابات تتسلم طلب الهيئة التأسيسية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتدعو مجلس النواب إلى وضع قانون ينظم العملية. اشتباكات في محور مرتوبة بدرنة وثلاثة قتلى في وسط البلاد ببنغازي، وقوات الكرامة تحكم حصارها على مداخل ومخارج مدينة درنة. المستشفى الوحيد في أباري مهدد بالإغلاق، ومناشدات بسرعة إمداده بالدواء والأطباء. أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استلام كتاب صباح اليوم من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، طالبها فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور. وعربت المفوضية في بيان لها جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من إجراء عملية الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية ويحكم إجراءاتها ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين. ودعت المفوضية جميع الليبيين إلى ممارسة حقهم في التصويت والمبادرة إلى تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أي عملية انتخابية مقبلة. أثار عدد من البنود التي تضمنتها مسودة مشروع الدستور ردود فعل متباينة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحكم المحلي والحقوق الدينية والثقافية والسياسية وحق المواطنة. رغم محاولات الهيئة التأسيسية طيلة المدة الماضية إحداث توافقات حول الدستور، إلا أن هناك اعتراضات حول البند الثاني المتعلق باللغة العربية كلغة للدولة في ظل حضور مكونات ثقافية أخرى تطالب بترسيم لغتها في الدولة. تباين الآراء استمر حول البند المتعلق باستحداث علم ونشيد جديدين للدولة، فهناك من رحب بالخطوة التي اعتبروها تفتح الباب للمصالحة، وهناك من رأى أن إلغاء النشيد والعلم الحاليين هو طي لصفحة سطرها الآلاف من الليبيين. أما البند السادس المعني بمصدر التشريع فقد أثار مطالبات بإضافة صيغة قانونية واضحة له تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد للدولة ويلغى ما يخالفها. وفي بند المواطن الذي وجد ترحيباً لحظره التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق، إلا أن قانونيين اعتبروا هذا البند متناقضاً مع بند الترشح الذي يحرم المواطن أو المواطنة المتزوجين من غير الليبيين أو كان أحد والديهما غير ليبي أو غير مسلم من الترشح لرئاسة الجمهورية. ورغم اعتبار بند اللجوء السياسي خطوة إنسانية هادفة، إلا أنه أثار تحفظات كثيرين لأسباب يرونها تحمل ليبيا مشاكل يمكن الاستغناء عنها وتلزمها بالمعاهدات الدولية. وشملت الانتقادات أيضا مسألة تباعد الجغرافي للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، فالمسودة تنص على أن يكون المجلسان التشريعيان في مدينة بنغازي، فيما انتقد آخرون تحديد مقر المحكمة الدستورية الرسمي في مدينة سبها لبعده عن مقري السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي بند شروط الترشح للرئاسة عبر مراقبون عن استغرابهم من كثرة تغييرها، حيث ألغي شرط يلزم العسكرية بعدم الترشح للرئاسة إلا بعد مرور سنتين من استقالته من منصبه العسكري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد القادر قدورة. بوصفك عضوا في الهيئة، هل ترى أن الانتقادات التي وجهت لبعض البنود مبنية على أسس منطقية؟ مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة يا أخي. هو طبعا أي عمل إنساني له قبل النقد والأخذ والعطاء، كلنا عندنا ملاحظات على هذه المسودة اللي ظهرت الحقيقة، ويجب علينا أن نقبل هذه الانتقادات ونحاول في المستقبل معالجتها بتطوير هذه المسودة. طيب الآن يعني من ناحية عملية، هل يحسم مشروع الدستور قضايا الحكم المركزي وتوزيع الثروات واللغة؟ لا والله. لا نعم؟ والله نقول لك بصراحة راه المسودة اللي ظهرت
فيها كثير من هذه الأمور اللي ما زالت عالقة ولم تستطع حسمها. يعني ليست الأمور بذلك الوضوح اللي كنا نأمله. نحن كنا نريد مناقشة أوسع ونريد فتح حوار أكبر يتسع الجميع. ظل الحوار داخل الهيئة، وداخل الهيئة ظل الحوار بين قلة من أعضاء الهيئة. طبعا بالتأكيد لما يبدأ الحوار محدود وأطرافه محدودة بالتأكيد ستظهر مشاكل كبيرة. لا، فيه مشاكل في هذه المسودة وستظهر مع الأيام مؤكد يعني. طيب إذن نعم. كيف تفسر الإجماع حول هذه المسودة؟ والله هي صارت ظروف التصويت. أنت عارف هو كان هناك النصاب الدستوري اللي هو يجب أن يكون هناك 40+1. لما تم الاجتماع حضر الجلسة 44 عضو من أعضاء الهيئة الأساسية. لما تم التصويت برفع الأيدي تم حصر 43 عضو قاموا بالتصويت. من بين هات 43 عضو هناك 11 عضو من المنطقة الشرقية. من بين 11 عضو في المنطقة الشرقية هناك 6 تقريبا غيروا رأيهم لحظة التصويت. طيب يعني قبل دخول القاعة كانوا يقولون بأنهم لن يقوموا بالتصويت للأسباب، عندهم أسباب خاصة بهم، 1-2-3 إذا لم يتم تعديل هذه الأشياء نحن نصوت. يبدو طيب. أن هناك اتفاقيات، هناك حاجة صارت، فغير الإخوة أعضاء مجموعة من أعضاء المنطقة الشرقية رأيهم. يعني تعرف التصويت 43 عضو وفي 11 من المنطقة الشرقية. يعني طيب سيد قدورة، يعني ما هي البنود، يعني مثار الجدل أو التي يعني لم يتم حسمها لحد الآن في 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 مسألة المسودة؟ والله يستاذي راهي بصراحة أقول لك أن هذه المسودة راه صراع بين إرادات. هذه المسودة راهي صراع بين إرادات. يعني لما ترفض علم الاستقلال وترفض وضع ديباجة لأنك حتتحدث فيها عن تاريخ الشعب الليبي وترفض النشيد الوطني وترفض قبول المكونات، يعني أعتقد أن هناك صراع إرادات. يعني معناها بنقطع كل مسار ونبدأ من جديد. شكرا. هذه نحن أخذنا منها تجربة خلال 42 سنة. يعني النظام السابق جاء وقطع حتى هو مع الماضي. شكرا جزيلا لك من بنغازي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد القادر قدورة. للتعليق على هذا الموضوع أيضا معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الكاتب والباحث السياسي وليد ارتيمام. كيف تعلقون على ردود الفعل المبدئية على مسودة الدستور؟ في البداية أحييك وأحيي مشاهدي قناة ليبيا الأحرار، أشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة أنا أريد أن أطرح بعض الأسئلة. أليس هذا المشروع جاء عن طريق لجنة توافقات، يعني اتفقت عليها لجنة الدستور نفسها؟ ألم يتم التصويت على 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 هذه أو على هذا المشروع بشكل دستوري ومتطابق مع الإعلان الدستوري ب2+1 وبما لا يخالف اللائحة الداخلية لهيئة صياغة الدستور وعلى رسالة رئيس الهيئة التأسيسية؟ اليوم هي دليل قاطع على أن التصويت تم بطريقة قانونية ولا تشوبه شائبة من الناحية القانونية أو من الناحية الإجرائية. السؤال الآخر، هل تستطيع هذه اللجنة إنتاج أفضل من هذا المشروع؟ في تقديري لا تستطيع، خاصة بعد أن أخذت وقتها من النقاشات ومرت بها ظروف سياسية مختلفة. إذن السؤال هنا وهنا السؤال الكبير، لماذا لا يترك الرأي للشعب الليبي الآن؟ لماذا لا يستفتى الشعب الليبي على هذا المشروع؟ لماذا لا يرجع الحق إلى صاحبه؟ والشعب الليبي هو صاحب الحق في أن يقرر ما إذا كان هذا المشروع. طيب وهذا يعني في هذا يتوافق معه ويستجيب إلى رغبته أم لا؟ سيد ارتيما، كيف يعني يعني ترى خطوة الهيئة وكيف تنظرون إلى خطوة الهيئة التأسيسية بالطلب إلى مفوضية الانتخابات بالعمل على إجراء الاستفتاء؟
أنا شوف في تقديري إن التصويت على هذا المشروع جاء في لحظة سياسية مهمة جدا وفارقة، خاصة بعد أن طرح السيد رئيس مجلس الرئاسي فايز السراج مبادرتها وما أطلق خارطة الطريق التي تعتمد على الانتخابات كتأسيس لمرحلة جديدة، وفتحت هذه الخارطة بعدها الحوار على السند الدستوري والقانوني لإجراء هذه الانتخابات. وهنا جاءت المسودة في هذه اللحظة المهمة في تقديري من الناحية السياسية. أعتقد الآن على الطبقة السياسية أن تعي مسؤوليتها، وأن تعي أن المرحلة وصلت إلى درجة من الخطورة، يعني ما بعده لا قدر الله يعني لا يحمد عقباه أبدا. فبالتالي الآن الاستفتاء على الدستور والتأسيس إلى مرحلة دائمة عبر وإنتاج أجسام شرعية تنهي كل هذا الجدال على الشرعيات، وإنتاج جسما أو أجساما سياسية يختارها الليبيين عبر انتخابات، يعني لأن المشكلة في ليبيا مشكلة شرعية. يعني منذ أن بدأ الانقسام السياسي دخلنا في نقاش على الشرعية لأول مرة بعد ثورة فبراير. طيب، ولكن يعني عضو الهيئة التأسيسية سيد رتيمة، عضو الهيئة التأسيسية عبد القادر قدورة تحدث عن وجود تسرع في بعض الفصول، كيف ترى انعكاس ذلك على جودة الدستور وعلى الاستفتاء وقبوله لاحقا؟ جيد، شوف هي كلمة تسرع لا نستطيع أن نطلقها على 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 لجنة الدستور، أخذت وقتها يعني ما ينتج 10 دساتير وليس دستورا واحدا، فهنا كلمة تسرع أو لم تأخذ وقتها الكافي للنقاش. أعتقد يعني لجنة 60 أو هيئة لجنة صياغة الدستور يعني ممكن تكون من اخذت اطول مده في كتابه الدساتير في يعني في التاريخ الحديث. فبالتالي عمليه الوقت هنا غير موجوده، ولكن عمليه انتقاد المواد او انتقاد هذا المشروع انا في تقديري يجب ان يكون فيها المعيار وطني وليس جهوي وليس سياسي. يجب ان يكون المعيار يقيم بشكل بالحديث عن ليبيا بالكامل، بالحديث عن 6 مليون، بالحديث عن الشرق والغرب والجنوب، بالحديث عن كل المكونات سواء كانت سياسية أو ثقافية أو مجتمعية. للأسف الشديد الحوار يأخذه بعض الأشخاص إلى حتى على أشخاص يريد أن ينزل هذه أو هذا المشروع على شخص، وأنا في تقديري المعيار يجب أن يكون وطني، وفي تقديري بأن هذا المشروع أفضل شيء يمكن إنتاجه في هذه المرحلة. وأيضا هذا المشروع على فكرة فتح الباب للنقاش وللتطوير عبر إنتاج قوانين وحتى تعديل الدستور نفسه في المستقبل. معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الكاتب والباحث السياسي وليد رتيمة، شكرا جزيلا. أكد مستشفى الجلا في بنغازي أن 3 من أفراد قوة عملية الكرامة قتلوا خلال الأيام 3 الماضية، كما جرح 14 جراء شبكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي. في هذه الأثناء اندلعت اشتباكات بين قوات الكرامة وقوات مجلس مجاهدي درنا في محور مرتوبة، تابعه إغلاق طريق كرسا وطريق مرتوبة أمام السلع التموينية والحالات الإنسانية أيضا. عاد الحصار ليطبق على درنا من جديد بعد أن أغلقت قوات الكرامة جميع مداخل ومخارج المدينة من طريق كرسة وطريق مرتوبة اللذين يعتبران الشريان الحيوي لسكان المدينة. إغلاق الطريقين جاء في أعقاب اشتباكات في محور مرتوبة ومنع دخول الوقود والمواد الأساسية الأخرى إلى درنا. ورغم أن المشهد يتكرر منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أن السكان يعيشون هذه المرة حالة من القلق، خاصة عقب تهديدات غرفة عمر المختار برد قاس يستهدف درنا. ويبدو أن الوضع آخذ في التصاعد، خاصة وأن قوة الكرامة تصر على معاقبة المدينة متجاهلة ما نص عليه اتفاق باريس من التقيد بوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هذا لم يدخل حيز التنفيذ حتى في بنغازي، فالاشتباكات المتقطعة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في أكثر من منطقة وسط المدينة خلفت عددا من القتلى، بينهم عنصر من تحريات القوات الخاصة الصاعقة في سيدي خريبيش. تصاعد الاشتباكات يأتي في وقت يأمل فيه الليبيون نهاية الصراع وتهيئة الأجواء لمرحلة يتم فيها إقرار الدستور وتنظيم الانتخابات، لكن حتى الآن يبدو أن صوت السلاح هو الأعلى في الساحة الليبية.
التعليق حول هذه التطورات معنا عبر الهاتف من مصر الخبير العسكري نوري الصلابي. إلى أين يمكن أن تقود هذه التطورات في درنة؟ خاصة هل يعني نشهد جبهة جديدة على غرار ما حدث في بنغازي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما يحدث في درنة يعني لا مبرر له، هو اعتداء صارخ. درنة تعاقب وعوقبت سابق بنظرا أو بسبب رفضها لمشروع الحكم العسكري أو المشروع العسكري لحكم ليبيا. سلط عليها تنظيم الدولة الإرهابي وهزمته. حاولت قوات الكرامة الدخول أو مهاجمة درنة، ولكن شبابها ورجالها تصدوا بقوة. لم يستطيع يعني قوة الكرامة لم تستطيع اقتحام درنة وتحريرها، لأن بها رجال أشداء بدون مساعدة خارجية. يعني إذا لم تقدم لهم مساعدة خارجية فإنهم لن يستطيعوا دخول درنة أو يعني هزيمة مجلس مجاهدي درنة. طيب إذن ما هي خيارات درنة في التعامل مع هذه الأزمة في ظل محيطها الجغرافي وغياب الدعم السياسي؟ طبعا أهل درنة صابرون ويتصدون لهذا العدوان السافل كما قلت، وهذا الاعتداء الغير مبرر. طبعا للأسف الشديد الحكومة والمجلس الرئاسي لم يحرك ساكنا عن او يتصدى لهذا الظلم وهذا العدوان، خوفا من فشل التوافق. وهذا طبعا ليس مبررا، لان هذا ظلم وهذا عدوان على مدينه من اجمل المدن ومدينه من افضل المدن الليبيه، التي تتمتع بموقع مهم وتتمتع بوجود اناس بها متعلمون، اناس مثقفون، اناس يريدون الدوله، يريدون بناء دولة ديمقراطية. نعم. ومؤسساتها. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري نوري الصلابي. تعاني المرافق الصحية بمدينة أوباري من غياب الدعم ونقص الإمكانيات والأدوية والمعدات الطبية، الأمر الذي يهدد بإغلاق المستشفى الوحيد بالمدينة، وهو ما سيخلق أزمة قد تطال أكثر من 70,000 نسمة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مشهد لا يوحي بأن هذا المكان مخصص لتقديم الخدمات الصحية. المعدات الأساسية لإنقاذ حياة المرضى غير متوفرة، والموجود منها عاطل عن العمل. إمداد المستشفى بالأدوية متوقف منذ مدة، أما الطاقم الطبي فهو غير مكتمل. ليبيا كلها يعني تعاني من نقص في الجانب الصحي. احنا الجنوب الليبي منتهي، الصحة في القطاع الصحة هذا منتهي أو مدمر تدمير تام. يعني هناك حالات كثيرة من العقارب. يعني ليه أمس بالأمس القريب كان في طفلة ممكن عمرها 6 سنوات توفت نتيجة لدغة عقرب. الحقيقة لما جابوها لنا هنا المرفق الصحي ما عندناش إمكانيات إحنا باش نسعف هذه المريض، وانتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أجهزة طبية يكسوها الغبار وغرف هجرها الأطباء، صورة تعكس مأساة المستشفى الوحيد الذي يعمل في مدينة يتجاوز سكانها أكثر من 70,000 نسمة. وما عدا قسم الطوارئ فإن أغلب الأقسام مغلق بسبب غياب معظم التخصصات الطبية. مسؤولو المستشفى يقولون إن سيارات الإسعاف غير موجودة، ومع ذلك فإن خيارهم الوحيد هو تحويل الحالات إلى مركز سبها الطبي. في نقص حاد في أدوية السكر، في نقص حاد في أدوية الضغط. لما بيكون عندك مريض سكر تمشي للصيدلية برا التجارية تشري له، منين بتشري له الدواء؟ يعني لا حياة لمن تنادي. عندنا نقص حاد في كل شيء، وأبسط شيء جهاز الإسعاف. عندك حالة ولادة خطيرة بتتحول لسبها، ما في إسعاف، أنت بتحولها في سيارتك الخاصة والحالة مهددة بالموت. رغم المناشدات المتكررة لوزارات الصحة المتعاقبة في شرق البلاد وغربها، إلا أن الوضع على ما هو عليه، ويخشى سكان المدينة من يوم يغلق فيه مستشفاهم الوحيد أبوابه للأبد. لتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف من أوباري عضو المجلس البلدي عن المدينة أحمد خليفة.
سيد خليفة، كيف وصلت الأوضاع الصحية داخل المستشفى إلى ما وصلت إليه الآن؟ بداية أشكركم وأشكر قناة ليبيا الأحرار التي دائما حقيقة تنقل معاناة أهلنا في الجنوب. بالنسبة للمستشفى وباري العام كما ورد عندكم في التقرير هو حقيقة مهمل من قبل وزارة الصحة بحكومتين، يأتي له بعض الإمدادات كل حين وآخر، لكن هذه التقنيات أو هذه الإمدادات لا تفي في أبسط متطلبات التشغيل طيب إذن ما هي أبرز الاحتياجات العاجلة لضمان استمرار العمل فيه؟ حقيقة المستشفى لا يوجد به شيء، ومتوقف عن العمل نهائيا. الأطباء كما أوردتم في تقريركم لا يوجد أطباء وكوادر طبية بالشكل المطلوب والمناسب. الأدوية ناقصة، المعدات والمعدات التشغيلية أو المواد التشغيلية للمعدات كلها الإمداد فيها ضعيف، يحتاج إلى الكثير. يعني نحن نقول إذا كان نقول نبتدئ من الصفر فنبتدئ من أقل من الصفر. هل هناك تواصل مع الجهات المسؤولة خصوصا وزارة الصحة، وهل تتوقعون حلولا سريعة؟ حقيقة نحن في الفترة القليلة السابقة في من شهر رمضان تقريبا زارنا وزير الصحة بحكومة الاتفاق الوطني مشكورا، جلس وشاف كل أقسام داخل المستشفى ووعد بالكثير، ولكن إلى حد الآن لا شيء ملموس على الأرض، طبعا لنقص الإمكانيات في وزارة الصحة. شكرا جزيلا من أباري عضو المجلس البلدي أحمد خليفة. نشاطنا متواصلة وفيها أهالي طبرق يمنحون المسؤولين مهلة إضافية لحل أزمة المياه التي تعيشها المدينة. العليا للانتخابات تتسلم طلب الهيئة التأسيسية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتدعو مجلس النواب إلى وضع قانون ينظم العملية. اشتباكات عنيفة في محور مرتوبة بدرنة وثلاثة قتلى في وسط البلاد ببنغازي، وقوات الكرامة تحكم حصارها على مداخل ومخارج مدينة درنة. المستشفى الوحيد في أباري مهدد بالإغلاق، ومناشدات بسرعة إمداده بالدواء والأطباء. أمهل أهالي طبرق ولجنة أزمة المياه في المدينة المسؤولين 10 أيام إضافية من أجل حل أزمة المياه التي تعيشها، وهدد الأهالي باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم إجراء صيانة شاملة وتوفير محطة تشغيلية لمحطة تحلية المياه. احتراما وتقديرا لكل من تعهد واتصل وتضامن معنا من مسؤولين وحكماء ومجتمع مدني ووسائل إعلام، فإننا قررنا تمديد المدة السابقة إلى 10 أيام أخرى تبدأ من تاريخ هذا اليوم. مهلة جديدة من أهالي طبرق للمسؤولين في الدولة بهدف إيجاد حل لأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة نتيجة الأعطال في محطة التحلية. أهالي طبرق كانوا قد أعلنوا في الأسبوع الماضي عن مهلة 5 أيام لإجراء الصيانة اللازمة للمحطة، لكنهم مددوا هذه المهلة عقب اتصالات بين لجنة أزمة المياه في المدينة ورئاسة مجلسي النواب والرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط والهيئة الوطنية للموارد المائية بحكومة الأزمة وشركة الخليج العربي. ويقول مسؤولو لجنة أزمة المياه بطبرق إن المحطة بحاجة إلى إجراء صيانة شاملة وتوفير محطة تشغيلية وتأهيل منصات الرفع والمعالجة، إضافة إلى سداد مرتبات العاملين فيها. إجراء عمرجة سيما للمحطة، توفير المحطة التشغيلية، سداد مرتبات المستخدمين للمحطة، تركيب محطة الـ RO، صيانة محطة الرفع والمعالجة.
أهالي طبرق طالبوا أيضا بعدم المتاجرة بالأزمة التي تعيشها المدينة لتحقيق مكاسب سياسية، رغم انتقادهم لأداء الأجهزة المسؤولة في الدولة والتي فشلت حتى الآن في التوصل إلى حل للأزمة التي تعيشها المدينة منذ عدة أسابيع. أعلنت قوة الإستاد الأمني جادو بأنها غير مسؤولة عن حماية البوابات التي كانت تابعة لها والتي تقوم بمحاربة ظاهرة التهريب. وأوضحت قوة الإسناد الأمني جادو في بيان لها أن قوة الإسناد توقفت عن التمركز بالبوابات بسبب عدم تقديم أي مساعدة سواء كانت معنوية أو مادية لهذه القوة، وحمل البيان الجهات المسؤولة بالدولة كامل المسؤولية عن توقف العمل بهذه البوابات. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المجلس البلدي جادو المكلف بالملف الأمني خالد ماجورة. ما هي الأسباب التي دعتكم إلى ترك حماية البوابات وتهريب الوقود والمواد الغذائية؟ أولا السلام عليكم، بتحية الإسلام وأحييكم بتحية الوصالة أرجو لفلان، ونحييكم وأحيي قناتكم على هذه الفرصة لإتاحة توضيح الشعب الليبي ما يجري في هذه المسألة التحريض. أولا تواصلنا احنا كأول بداية، وأن قوة الإسناد شكلت من مجموعة وطنيين غيورين مما أدى إلى التهريب والوقود وسلع التمويل الغذائية والمواشي وغيرها، كل المسألة التهريب. طبعا تنادوا الشباب ودعمنا القرار من مجلس بلدي جادو، كان دعمهم من مجلس بلدي جادو كان دعم بسيط يعني يعتبر لا شيء بالنسبة للقوة. أما بعد عمل حوالي تواصل 5 شهور أو 6 شهور تواصلت شخصيا مع جميع القنوات المسؤولة في الدولة الليبية مثل أجهزة وقود الغاز اللي ماسكها حاليا البلاد الهجسي، تواصلت مع وزارة الداخلية، قدمنا مذكرة تفصيلية واضحة، تواصلت مع مؤسسة تيد النفط، تواصلت مع مجلس الرئاسي للتحديد مع لجنة الناكو، تم عدة لقاءات الناكو في هذا الموضوع، وضحنا المسألة بأن الموضوع قوة الإسناد أمن جادو يريد دعم العمل وليس من بداية. بعد عملها وفعلا بعد ما شعر الشعب الليبي كافة والمواطن الليبي بأن الأسعار انخفضت من ناحية الوقود، حاليا كان قبل بوابة قوة الإسناد حوالي 120 خزانات نافطة وبنزينة تمر من غادي، فعلا كانت النافطة والديزل والبنزينة غير موجودة في المنطقة الغربية. بعد البوابة فعلا توفرت، وبالذات في طرابلس وفرت عدة أسئلة جت من عدة مواطنين بأن النافطة موجودة. طيب يعني هل وصل هذا البيان إلى الجهات الرسمية حول التخلي عن المسؤولية التي بذلتم فيها الكثير كما أشرت الآن لحل مشكلة المواطن وحفظ مال الدولة؟ نعم يا سيدي، طبعا تم كان الاجتماع رئيس مجلس نجم النكوة حاصل رياسي والضحرة التصويرية، قلنا لنا تحاليا جينا كل ما عاد العمل قايم والسعر انخفض في السوق تقريبا، نقولوك بالتفصيل بالليبي باش موجه رسالة للشعب الليبي كافة، تقريبا الخضرة واصل سلسل عندنا ل 9 جنيه و12 جنيه واصل بعد البوابة 75 قرش. نعم كذلك السعر الثانية. في نفس الوقت تواصلنا مع حتى المصرفية المركزي، كان في شوية لقاء سيدنا طرح مواضيع، قلنا لهم يا اخوان شكرا في اعتماد تنزل على البحر وتمر علينا على الساحل. وضحت الفكره عضو المجلس البلدي جادو المكلف بالملف الامني خالد ماجورا، شكرا جزيلا. نشاطنا متواصله وفيها بعض الاخبار الرياضيه. سوق اللفة بمصراتة وجهة الباحثين عن الصناعات الصوفية منذ أكثر من 300 سنة. العليا للانتخابات تتسلم طلب الهيئة التأسيسية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتدعو مجلس النواب إلى وضع قانون ينظم العملية. اشتباكات عنيفة في محور مرتوبة بدرن، وثلاثة قتلى في وسط البلاد ببنغازي، وقوات الكرامة تحكم حصارها على مداخل ومخارج مدينة درنة. المستشفى الوحيد في أوباري مهدد بالإغلاق، ومناشدات بسرعة إمداده بالدواء والأطباء. بمدينة بصرة أحد أشهر الأسواق وأعرقها،
حيث تباع الصناعات التقليدية الصوفية التي باتت اليوم مهددة بالانقراض نظرا لعدم إقبال وعزوف الشباب عنها، فضلا عما يعانيه السوق الذي يرجع عمره إلى العهد العثماني من نقص في الترميم. لمحة عن هذا السوق نستعرضها في سياق التقرير التالي. سوق الرباع أو سوق اللفة يعد رمزا من رموز مدينة مصراتة منذ العهد العثماني. أكثر من 300 سنة كانت شاهدة على عراقة هذا السوق، حيث تجد جميع الصناعات التقليدية، الكليم والبشت الذي يوضع على السرج والمرقوم أو الكساء الذي كان يستعمل في الأفراح، والغرارة وهي عبارة عن كيس كبير يوضع داخله القمح والشعير والخرج والمخلى والطاقية المصراتية، كلها صناعات صوفية تشتهر بها مدينة مصراتة، ولن تجدها إلا في سوق اللفة. ورغم عراقة السوق وتنوع المنتوجات، يشتكي أغلب التجار من حالة ركود ساهم فيها الوضع الذي تمر به ليبيا وغياب السياحة. سوق اللفة، هذا المعلم التاريخي في المدينة، مهدد بالسقوط نظراً لتآكل جدرانه وعدم ترميمه رغم مخاطبة الجهات الرسمية أكثر من مرة. 290 تذكرها 300. سوق اللفة بمدينة مصراتة سوق يلخص تاريخ الأجداد، فالتجارة هنا مهنة يتوارثها الأبناء عن الآباء، ويبقى في حاجة إلى وقفة جادة من الجهات الرسمية لترميمه وإعادته إلى سالف نشاطه، باعتباره معلماً يلخص 30 عقداً من تاريخ المدينة ومورد رزق عشرات العائلات. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. العليا للانتخابات تتسلم طلب الهيئة التأسيسية لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتدعو مجلس النواب إلى وضع قانون ينظم العملية. شباكات عنيفة في محور مرتوبة بدرنة وثلاثة قتلى في وسط البلاد ببنغازي، وقوات الكرامة تحكم حصارها على مداخل ومخارج مدينة درنة. مستشفى الوحيد في أبار مهدد بالإغلاق ومناشدات بسرعة إمداده بالدواء والأطباء. هذه النشرة في أمان الله.